السلام عليكم الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله بغيت نهضر لكم على واحد الابليكاسيون اللي هي الباوربوينت، اللي يعني كنستعملوها في بزاف ديال الحوايج، يعني في العروض، في تقديم الدروس إلى التلاميذ إلى غير ذلك. يعني هاد الابليكاسيون يعني متوفرة عندنا في الهاتف ديالنا، كاين السمارت فون اللي هما فيه اوتوماتيك، ممكن تلقاها مع السيستيم. كاين اللي كيحتاج لابليكاسيون وما كيلقاهاش في التليفون، كيتشارجيها من البلاي ستور او شي موقع اخر. يعني بالنسبة لنا نهضروا غير على الاندرويد، يعني هنا كيف ما كنشوفوا ديجا يعني تيشارجي عندي في التليفون اوتوماتيك، ممكن تيشارجي درت لها غير ميزاجور وتسجلت معاهم وباش يفعلوا لي هاد الباور بوينت على الهاتف ديالي. بالنسبة أول مرحلة مثلا غنخدم الباور بوينت، كنكليك على العلامة الزائد هنا، هنايا كتلاقي يعني بزاف ديال لي تيم، نتا تختار التيم اللي هو على شوف الحساب العرض اللي غدير، واش عرض علمي، واش عرض أدبي، أو ندوة أو غير ذلك. المهم انت كتشوف العرض المناسب تقدر تستعمل. هادشي اللي كاين، يعني اختاروا التيم اللي هو مناسب للعرض اللي غنديرو، يعني تم اختاروا هذه مثلا. يعني اول حاجة، الحاجة المهمة هو العنوان ديال داك الموضوع او غير ذلك. مثلا غنجيو مثلا هنا العنوان اللي غنشوفو باش تاني نكتب، خاصني نجي لهاد الباور وندير موديفي لو تكس. هنا عيطيني نكتب مثلا، اختاريت انا موضوع مثلا لا راس الصغير، مازال ما كملتش يعني هاد العنوان، ما خصني نموديفي فيه شوية. كنحاول نجيبو الوسط بهاد الطريقة ونطلعو شوية الفوق، نحاول ندير اللون اللي هو مناسب. كاين بزاف الالوان، اللون اللي اختار اللون اللي عجبك انت، ولا غيكون مثلا حساب الروترو بروجيكتور اللي غديرو في الحيط باش يبان. من الاحسن نختار الكحل، بالنسبه لي انا اللون الكحل النوار مزيان. كذلك هنا مثلا غنمشي للتكس اللي هو مناسب، التكس عفوا، اللي غندير واحد ديفينيسيون على السردي مثلا، صورة السردي. كنجي موديفي لو تكس، موديفي لو تكس، تكون ديجا انا بحثت مثلا على الموضوع ودرت كوبي اوتوماتيك، ممكن نجي ندير كولي. كتشوفوا يعني هذيك مع السرعة ديال اش كوبينا قص شي حاجة وتقلب داك التكس. ثاني كذلك نختار الخط اللي هو مناسب لهاد بزاف الالوان، نحاول نختار الخط اللي هو مناسب، الكولور اللي هو مناسب عفوا في الخط. مثلا اختاريت هاد حاجة أخرى، ممكن تاني كذلك نختار مثلا واحد الصورة اللي هي مناسبة لهاد الصورة اللي هي مناسبة لهذا الموضوع. هنا ندير الصفحة الرئيسية، هاكي كنجي لهنا كندير لها انسيرسيون، كيفاش نبغي نسدي واش فيديو واش ايماج واش اوديو. انا بغيت مثلا صورة، الصور باش يكون ديجا انا بحثت عليهم وجدتهم هنايا باش نبدا نخدم بيهم. اختار مثلا هاد الصورة هادي، ممكن مثلا نصغرها شوية، ممكن نقطعها بهذه الطريقة هذه. هنايا تبدل الستيل ديال ليماج اللي شفتو هنا، هي لي في دي ديماج، انا ستي ديالها
شوف ديك الصورة، ممكن نردها شكل دائرة، ممكن نردها مثلا بهذه الطريقة هذه عندها الظل. هي اللمبة ديالك كيفاش خاص يكون داك الضوء. كنظن استوعبت هذه الطريقة هذه. هيا كنجرب، كنشوف زعما كنسالي، كنجرب بلي كي داير هاد الديابوزيتيف ديالي. دابا الصورة تقلب اوتوماتيكمون، غادي تشوفوا يعني واش واضحة مزيان. كيتي الديابوراما باش نرجع يعني مثال باش نزيدو مثلا واحد ديابوزيتيف اخرى. كندير كنكليك هاد ثلاثه د النقاط نوفي ديابوزيتيف. شوف اشنو بغيت ندير، واش بغيت ندير طابلو، واش بغيت ندير شي فيديو، بغيت اي حاجه ممكن نديرها ديرها. تقريبا هما الباور بوينت والوورد كيتشابهوا تقريبا في الخدمه ديالي. كيسوني الصراحة شي صعوبة كتيرة. أنا باغ إكزومبل هادي محتاجتهاش هاد الكادر، هادا كندير سي بريمي. بقى حنا في الأنسيغسيون. أنسيغسيون ممكن ندير مثلا طابلو، أنسيغي أن طابلو. هاد الطابلو مثلا نحيو هادي باش مبقاش مديرونجي أنا. مثلا هاد الطابلو مثلا بغينا نزيدو فيه شي حاجة عاوتاني في الجنب ولا في اليسار ولا في ديك الأنسيري، كتب فين تختار ديك المربعات مثلا، نختارو مثلا في الجنب ولا في الشمال. بعد انك تسلم هاد الطابلو هذا ممكن تاني دير له فورم كبيرة شوية، يعني بلا ما نديرو ديك موديل فيلو تكست كنظن كيعطيك وتكتب. مثلا نديرو مثلا واحد جوج ثلاثة أربعة تال آه هنا بي هنا سي دي. مثلا ندير هنا 30% مثلا. دي أمثلة كنحاول نقربكم من الطابلو شوية وصافي. هي مثلا ندير 15%، هنا 20، مثلا 70%، الحمد لله هادشي كيبان واضح مزيان. هادي بالنسبة للطابلو، كنظن وقيلا اكتشفتو كيفاش نصيب مثلا طابلو. كاين اوتخ يعني حاجات اخرين ممكن نديرو. مثلا هاد الطابلو حنا سالينا منو غنمحيوه سي بريمي، نمشيو نديرو انسيرسيون يعني حاجة اخرى. يعطيك مثلا دير دي فورم باغ اكزومبل بحال دي فورم لي عطيك. فورم كتفني ستيل ديالها كي بغيت اللون الكولور ديالها. كذلك ممكن كذلك يعني نديرو هادي الفورم هادي بحيو هاد الفورم. واحد الحاجة مهمة يعني هاد الفورم ما نقدرش نكتبو فيها، تندير موديفي لو تكست. ما نقدرش تكتب فيها تدير موديفي لو تكست مثلا باغ اكزومبل سير كلب. دو ماروك مثلا او يعني كنحاول نعطيكم دي امثله وصف دي اكزومبل باش تفهموا مزيان هادشي هذا. حاجه اخرى اللي مهمه هي نمشيو لانسيرسيون.
Insertion. ممكن كده دير شي فيديو يعني بنفس الطريقة اللي درنا لي زيماج، ممكن دير فيديو نفس الطريقة، كاين حتى شي مشكل. كدير فيديو مثلا تبقى صراحة غير هو داك الفيديو مثلا باش كتهز داك تكوبيه في شي يو اس بي ولا شي حاجة، خاصك تهز الفيديو معاك باش يتقرا مع الباوربوينت. حاجة مهمة يعني منين سالي من هاد الباوربوينت ديما كنحاول ندير اوجيستري، مخليش مثلا الدوسي ديالي ضايع ليا اوجيستري سو. هو ديجا مثلا سميتو انا مرسا دي ديما نسمي السمية اللي غنكون ضربت نلقاها بسهولة، سمية غنعقل عليها. كتشوفوا يعني راكب في السود سواء باغاي ستوكاج كاينه في الدوسي ديال السردين دون بلاصي. مشينا مثلا للدوسي ديال راس السردي غنلقاوه، يعني كاينه هاد الدوسي هنا حاجة مهمة يعني منين سالي من هاد الباوربوينت ديما كنحاول ندير اوجيستري، منخليش مثلا الدوسي ديالي ضايع ليا اوجيستري سو. هنا ديجا مثلا سميتو انا مراس صادي ديما نسمي السمية اللي غنكون ضربت نلقاها بسهولة، سمية غنعقل عليها. كيف ما كتشوفوا يعني راه كاين في السود سواء باغاي ستوكاج كاينه في الدوسي ديال السردي رومبلاسي. مشينا مثلا للدوسي ديال راس السردي غنلقاوه، يعني كاينه هاد الدوسي هنا الصورة غادي تقلب باش نشوف مثلا ممكن كذلك يعني هاد الدوسين بارطاجيه مع شي واحد مثلا كومبلي، ممكن بارطاجيه على شكل بي دي اف كما كتشوفوا، ممكن يمشي على شكل باوربوينت، ممكن تبارطاجيه فيه بزاف ديال ممكن تبارطاجيه يعني في الواتساب، بارتاجي في الميت، بارتاجي في اي ابليكاسيون ممكن سيتو في شي حاجه، ممكن تبارتاجيه مع الاصدقاء ديالك كذلك. راه هو تعطل شويه كيدير كيتحول الى بي دي اف. بي دي اف اش مزيان يعني ممكن شي واحد يمضي فيه المعلومات ديالك الاسم ديالك هما لي زابليكاسيون اللي كتكون لي خوان طلعو لنا كاملين، ها الواتساب ها الجيمايل الايميل سكايب تسيرتو في البلوتوث، ممكن ديرو عندك في الدرايف ديالك نتا، ممكن دير في الدوسي سيكيريز. شوف الحساب شنو باغي انت فين باغي تبارطاجي. و الاخوان كنشكركم بزاف، نهاركم مبروك، ساعة سعيدة في موضوع إن شاء الله جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.